يقول السائل: شخص طاف بالبيت 6 أشواط ثم سعى سبعة أشواط ثم تحلل من الإحرام، فماذا عليه الآن؟ عليه أنه يعيد ملابس الإحرام، لأنه ما تحلل، باقي الإحرام باقي عليه، فيعيد ملابس الإحرام ويرجع ويطوف، يطوف بالكعبة 7 أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يقصر من رأسه. نعم.